كان معانا امبارح المطبق، مطبق الفول، ووعدت حضراتكم ان انا هكمله النهارده. ده المطبق معايا ومعايا الفول جاهز. تعالوا نشوفوا ازاي نعمل شويه فول بشكل جديد وبطعم تاني، والسر في التفاصيل. فول شفناه امبارح مع بعض، حطينا عليه بيض مسلوق، واخد طماطمايه، واخد شويه كزبره حلوين، ممكن ياخد كمان عروق البصل الاخضر نقطعها في قلبيه، عند الكريات حطي الطبق ده، وجبه كامله متكامله. وعندنا يا اما رقاق يا اما عيش سوري، العيش الصاج اللي احنا عارفينه. ما لقيتيش لا ده ولا ده، تجيب العيش الشامي الكبير تفتحيه طبقتين كده بالشكل ده كده اهو. طبق سحور مش هتلاقيه غير عندك انت وبس، جواه بيض اهوت وفول مع زبادي ما اقولكيش. دول يعملوا اتنين فل. طبعا انا عامله متحمر وجاهز معايا، واقفلها كده بالشكل ده كده اهو يا عم الشيف، واحطها هنا كده تتحمر في الفرن تبقى زي اصحابها. نعمل واحده كمان عشان اللي ما خدش باله بالاولى ياخد باله بالثانيه، ازاي اعمل الفول بشكل جديد او بطعم تاني غير اللي متعودين عليه. المقادير معانا، الله عليك يا استاذ رحاب، معانا فول، معانا بيض مسلوق يكون جاهز عندك، وزيت زيتون او معلقه سمنه حلوه او مكعب زبده زي بتاعي اللي كان جاي لي من المنوفيه هديه، وشويه عروق البصل الاخضر في قلبهم، وشويه الكمون، وبعدين نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده ويتعمل مطبق اهو زي الفل. انا قاصد من المطبق ده ان ولادنا الفول كل يوم فطار، او مثلا بيفطر فول متعود، ده الطبيعي. والفول حاجه مفيده جدا، البروتين بتاعه بروتين نباتي مغذي جدا، والفول هو سند المعده وعصب المعده. انا شخصيا بفطر فول وبسحر فول. ادي واحده مطبقه اهي بالشكل ده كده. تعالوا نغرف اللي اتحمر معانا، بيتحمر في الفرن. حلو الكلام. طبقه معانا زي الفل اهو. عينيا اكسر لك واحده دلوقتي، عايز اشوف واحده ايه اللي جواها. اللي ياخد واحده مطبقايه من ديت والسحور كده بالليل قبل الفجر مباشره مع القناه الاولى والتواشيح الدينيه والابتهالات الدينيه اللي بنشوفها ما اقولكمش. انا شخصيا بستمتع. نقطع دي كده، سامعين الصوت ده كده؟ الله. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ فيها فول، فيها بيض، عينيا. هتقول لي سندوتش فول، قول زي ما تقول بقى. الفكره هنا ان انا خدت الرواية استخدمته، ممكن العيش الصاج استخدمته واحطها هنا كده وقدمت الفول بشكل جديد. هخليه هنا طبق جانبي واشيل اللي احنا عملناه ده كده. حلو الكلام. طيب ممكن نحط بقى عود زعتر حلو كده، جودي مثلا طماطم ميه حلوه، عندك بصل اخضر حطي حسب اللي موجود عندك يعني. حلو. الحاجات دي بتفرق كتير على فكره.